بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. أتقدم لكم بالشكر الجزيل أخوة وأخوات على حضوركم، وفي مقدمتكم آباء وأمهات الشهداء وكل الحضور. وهذا شرف كبير، أنتم جالسين بين قبر ابنكم الآن محمود أبو تاكي ابن البحرين الشهيد محمود رحمة الله عليه. أنا راح أعطيكم فكرة محمود، وهذا الشيء اللي يألمني كثيرا. محمود جاء للدنيا وأنا كنت في سفر، لأنه سبق مولده بفترة، أي ولد محمود بتاريخ 27/3/88، واستشهد محمود عليه رحمة الله تاريخ 17/2/2011، أي المجزرة الأولى، الضربة الأولى على الدوار. وهذه الضربة الفاجعة التي آلمت شعب البحرين ستظل ذكراكم أيها الشهداء في قلوبنا دائما، لن ينساكم شعب البحرين. أنتم الآن في قلوب الجميع وعزيزين علينا. محمود أبو تاكي كان بارا للوالدين، كان ترك جرحا كبيرا بين أهله وأعزته وأصدقائه وأخوانه. محمود كان يتميز بكثير من الأشياء، كان يتميز من صغره من طفولته بالابتسامة والجمال، وكان ملفت للنظر وهدوءه، كان يتميز حتى بين الأطفال في تربيته، لم يكن مزعجا. محمود حتى وإن كان لما كبر يحترم الصغير ويحترم الكبير، كان يجلس مع أبناء أخوته ويمسح على رؤوسهم ويقول تذكروني. محمود كان إذا أردنا أن نجلس كثلاث أو أربع عوائل نجلس مجتمعين، الآن بعد رحيل محمود لم عدنا نجلس مع بعض. محمود لما جاء للدنيا أنا كنت في سفر، وأيضا لما خرجت روحه الطاهرة لم أكن إلى جانبي. هذا ما يعزز علي. ابري دمتي يا ولدي يا محمود كان بين أهله يتواصل مع أهله دائما، يتفقد أهله دائما، كل أسبوع من يوم خميس يجي مع والدته إلى المقبرة إلى ها هنا، وهذا قبر عمته، وهذا قبر جده، وذا قبر خاله، وذا قبر جدته، وهنا أيضا قبر خاله، خاله حج عبد الله وابن خاله حيدر. محمود كان دائما يسأل عن أهله واحدا بعد واحد. الله أعطاه فرصة لحسن نيته، كان عادة ما يأتي يوم الخميس إلى المقبرة في نفس هذا الموعد وفي نفس هذا اليوم.